ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين والمشارك في اجتماعات الدورة 335 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتي تعقد في جنيف خلال الفترة من 18 إلى 28 من مارس الجاري. في تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان حرص مملكة البحرين على المشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات من خلال الجلسات العامة لأعمال مجلس إدارة المنظمة وفرق العمل الفنية واستعراض أبرز التطورات وأهم المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال تطوير التشريعات العمالية وحماية القوى العاملة وبجهودها في استمرار التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل السليمة. أشار حميدان إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يولي اهتماما كبيرا بتطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج والمساهمة في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية البشرية ومحاربة التمييز في بيئة العمل، كما يعمل على تعزيز دور منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية واستشراف مستقبل العمل، مؤكدا على أهمية دور مملكة البحرين على هذا الصعيد نظرا لتجربتها العمالية المتميزة في إصلاح سوق العمل. وأضاف حميدان بأن الاجتماعات تستعرض تعزيز دور منظمة العمل الدولية في مجال متابعة قضايا العمل على مستوى دول العالم وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود للالتزام بمعايير العمل الدولية من خلال التعاون الوثيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة.